ربنا كافئنا وتعبنا والحمد لله ان شفنا نجاح ما كناش متوقعينه وردود افعال على كل السوشيال ميديا ونجاح المسلسل ذات نفسه اللي هو الاهم ان احنا عاملين فكره تبقى فكره شكلها مختلف عن الاجزاء اللي فاتت. محمد رغاه محمد رغاه موت الراجل. يعني الحمد لله طبعا على الناس بتتفرج على المسلسل بعد الجزء الرابع والحمد لله يعني الجزء ده مختلف وشخصيتي المره دي مختلفه عن الجزء اللي فات بصراحه يعني والشر اللي فيها وان هي مسحوره وان هي بتعمل حاجات شر الصابر ده برضو عجبني جدا في الشخصيه ف يعني اتشجعت قوي للسيزون ده والحمد لله الناس بتتفرج عليه الحمد لله. اهلا 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 يا ام عز اهلا وسهلا. لقيت ده يا دكتور هي دي الحاجات اللي الصابر بيقرا فيها وهيأذينا كلنا بسببها. كان في مشهد اللي هو منال اختي دنيا عبد العزيز بتشوف العمل اللي انا لقيته في التربه ده وبتفتحه وبتحط ميه وحاجات كده وبتبدا تقرا فانا ما اعرفش ان هم هيفتحوا المراوح الهواء دي انا ما كنتش شايفاها في الديكور وهتعمل صوت عالي جدا وترزع الازاز والشبابيك بالقوه دي فعملوها في البروفه انا اتخضيت بجد والموضوع بقى بدا بتوتر من اول مشهد في المسلسل ليا. هو ايه اللي بيحصل ده؟ كده اتاكدنا ان هو ساحر لك. يا نهار اسود ساحري ليه وانا يعمل معايا انا كده ليه؟ كلنا اخذنا بالنا انكم قاصدين تزودوا جرعه الخوف في الجزء الرابع بس يلي لم نكن نتوقعه اغنيه لقيناك حابس يلي انتشرت شائعات عنا على السوشيال ميديا ان تعويذه بتجلب الجن. دي مش شيطان ايه طلعوها قال لك تعويذه لا تعويذه كان كلنا زماننا يعني ماشيين على الحيط. نجاح المسلسل ما كان رح يكمل غير بوجود الفنان فتحي عبد الوهاب يلي خطف الأنظار منذ الحلقة الأولى وتصدر اسمه مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح بطل الكوميكس لهالعام. ده أحلى شكر ليك الأستاذ فتحي عبد الوهاب اللي جه شرفنا ونورنا وده أضاف لنا إضافة كبيرة وغير بقى إن هو نجم كبير وممثل كبير وقدير هو بني آدم القلب الأبيض الطيب. يعني اللي أنا بعمله مش صح يا دكتور؟ ولا اللي صابر بيعمله؟ ما هو لو كل حد رد على غلط اتعامل معاه بغلط زيه احنا هنبقى في غابه. استاذ فتحي عبد الوهاب اضافه كبيره للمسلسل واضافه مهمه انا نفسي لما بقف قصاده في المشاهد بتعلم منه كتير جدا والله في تفاصيل كتير قوي فادتني. بقول لكم يا اخوانا انا ماشي سلام عليكم. والمفاجاه كانت ظهور الطفل يوسف ابن الفنان حمد هلال. ظهور يوسف كان ظهور بالنسبة لي مفاجأة لأن هو يوسف هو اللي اختار الدور وخليت أستاذ أحمد سمير قلت له لو مش عاجبك ابعده تماما هو شافه وعجبه الأداء فخلاص فمشت. السلام عليكم يا شيخ صالح. عليكم السلام ازيك يا داود؟ داود بيقول إنك عارف هو جاي ليه. أنا حلمت بيك. الله هيصبر وهتلاقي الإشارة. شكل حلمك هو الإشارة يا داود. منورين تعال تفضل يا حاج تفضل خش يا داود. هل رح نشوف جزء خامس من المداح؟ مش عارف أنا ما قدرتش تاخدي مني أنا القرار والله. المداح أنا حبه جدا وحاسس إن هي حالة بتبقى حلوة ولايقة في رمضان وحاجة كده شكلها بس إن شاء الله لو في أفكار جديدة هعمل كده طبعا أكيد. والله الله أعلم مش عارفة بقى حوار الجزء الجديد ده بقى جزء خامس مش عارفة والله ده يعني في علم الغيب حقيقي.